السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله مع حلقة جديدة ومع ريجلاتور جديد. هذه المرة مع ريجلاتور دانفوس أوبتيما كونترول. غنحاول نشوفوا الباراميتراج اللي كتكون نيسيسير اللي ضرورية. هو ما كيختلفش على بروكولد ديال كاري، يعني مشابهة لها تماما كما كتشوفوا هنا انفيزيبل توب بروتيكسيون. بالنسبه لي زوتر كيدار في لارموار، هنا كيدار مع لو ريغولاتور. بالنسبه لنا في هذا الريغولاتور دانفوس عندنا دو زيتاج او لا دو نيفو. بالنسبه للنيفو اه كنبركو على لا فليش ديال تحت وديال الفوق او لا ديال ديجيفراج وديال ديزاكتيفي ديال لالارم بوندو واحد 4 سكوند باش ندخلو ليطاج الاولى. كما كنشوفو هنايا ار 0 هو الديفرونسييل، اي موديفيكاسيون بغي نديرو كنبقاو باركين على هادي. اوكي دونك حنا دايرين ديفرونسييل جوج، لا بين موديفيو كنطلعو اولا نهبطو كيف ما بغينا وكنغولاشيو. ملي كنطلقو راه كيتونجستر اوتوماتيكمون. ثاني بارامتر اللي هي دي 0، يعني الانترفال ديال ديجيفراج. الانترفال كدير بيه دير فيه على حساب الشوا ديالك، 4 السوايع كما هنايا من الحالة اولا 3 السوايع ولا على حساب الشومبر نيجاتيف اللي عندك. وبالنسبه للدي 2 اللي هي البوينت كونسين دو فان ديجيفراج كدير فيها حتى هي الشوا ديالك كما هنا دايرين 12، يعني الفان ديجيفراج غيكون واحد 12 مينيت. بوينت كونسين فان ديجيفراج عفوا غيكون بوينت كونسين كتكون بالتمبيراتير. وبالنسبه للدي 3 اللي هي لا ديري ماكسيمال ديال ديجيفراج، هذه هي اللي كتكون بالليمينيت 25 دقيقه. الا ما خرجتش لينا هاد دي 2 في مثلا ما وصلتش لينا في لا سوند ما قراتش لينا او لا خاسره او لا شي حاجه، غادي يتحكم لينا لو طون اللي هو دي 3 25 دقيقه. بالنسبه اللي مهم عندنا هو الاف 5. الاف 5 هي كتعلق بلي فونتيلو، واش بغيتيهم يخدموا او لا يسكتوا في الديجيفراج. 0 راهم ساكتين و اه يخدموا، حنا دايرين لهم هنا 0. بالنسبه لهاد ليطاج كنظن هذا الشيء هو اللي مهم فيه. بالنسبه لهاد لي زالارم ملي كنسالي كنونجستري بلي دو اللي دخلت بهم بوند واحد 4 سكوند غيخرج الراس اوتوماتيكمون. بالنسبه للدوزيام ايطاج كنبركو على لافيش ديالو وبا و ديال لانيماج واحد 3 4 ديال لي سكوند لي بوطون بثلاثه. هنا دخلوا لي هادو بجوج ما بركتش على ديال لانيماج مزيان. هاهو دابا دخل. بالنسبه لهاد ليطاج اللي عندنا فيه هو ديال الفونتيلاسيون اف 3. اف 3 كما كتشوفوا هنايا لا يعني الفونتيلاتور كيخدموا انيكمو الا كان الكومبريسور خدام. الا درت ليهم 0 غادي يسكتوا غيبقاو خدامين وخا الكومبريسور ساكت. حنا دايرين ليهم اه باش يخدموا مع الكومبريسور. اف 4 هو دايرين هنا اه يعني الفونتيلاتور غيسكتوا لنا بوندون لا ديجيفراج. الا درنا ليهم 0 غيبقاو خدامين ملي غيكون داخل عندي ديجيفراج. كنظن لي بارامتر اللي مهمه هي كاليبراج. هنا الكاليبراج دايرين 0، كتختار الكاليبراج اللي بغيتي. ملي كتسالي كتونجستري بهاد لي دو ماشي بثلاثة غير بلي دو كيكون هكا تونجستر. بالنسبة للبوانت كونسين كتبرك على موني كطلع اولا تهبط كيف ما بغيتي. بحال دابا نرجعو لموان 20 عندي موان 18 دايرين حنا في ديفيرونسيال 2 دونك توصل موان 18 نورمالمون خصها ديماري. نطلع شويه بوانت كونسيب باش ديماري ليا الشومبر. نديرو ليها موان 21 اوتوماتيكمون خصها ديماري.
إذن شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء. ما تنسوش تابونا وفلاشين. شكرا لكم، مع السلامة.